ايه ده؟ طنط سعاد؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله يا طنط كويسه. ايه الزياره الحلوه دي؟ اه والله ميرسي يا روحي. امال محمود فين؟ هو لسه داخل ينام. والله طب خلاص سيبيه. لا انا هخش اشوفه ثانيه واحده بس، هو لسه ما نامش. احمر شاري كره النار ماشيه. يا ايه ده؟ عند الزوق في الورد خالص. أس. يا 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 حبيبي يا محمود، كنت عايش عندي، البيت بيهفهف بيهفهف. الله العظيم منورانا يا ماما. والله انا ما صدقتش اول ما قالت لي ان انت جيتي. انا بصراحه يعني ولا نوم. انت فين يا شيخه؟ وحشتيني والله العظيم. يا ست الكل انت فين؟ بس كوسه. انت فين بقى وقافل موبايلك ومش سائل فيا؟ انا اقدر برضه يا بطه الكلام ده يا بطه. ايه اللي منيمك بدري؟ عريسه بقى وعايز انام. عشيتي يا حبيبي؟ خص عليكي خص عليكي يا شرف. ليه تسيبي جوزك ينام من غير عشاء؟ ليه؟ لا يا طن، هو احسن حاجه ان الواحد ما ياكلش بعد الساعه 8، اصل دي عاده صحيه وبتمنع كل الامراض. امراض ايه؟ فلله ولا فالك، حرام عليكي. يرضي مين ده؟ يعني ايه تسيبيه ينام جعان كده؟ وبعدين هو دكتور، انت هتفهمي احسن منه في الامراض. وفي الاخر يعني انتوا بتاكلوا ازاي؟ ما هو انت شكلك كده عمرك ما دخلتي المطبخ. يا طنط هو احنا لحقنا؟ ده احنا اليومين دول بنجيب الاكل من بره. من بره كمان بتاكلوا من الشارع؟ وده بقى اللي صحي. لكن العشاء والنوم لا يضر، مش صحي. يا حبيبي يا حبيبي يا ابني على اللي انت فيه. والله العظيم وحشانه. ما ازيك يا ماما؟ والله انت بتجيش ليه؟ ايه ده مين اللي بيزعق هنا؟ انا بحذركم، ده بيت محترم محدش يزعق ابدا. يا قمر ايه الاحمر دي؟ شمسك تجنن. قمر الست دي دخلت هنا ازاي؟ دخلت من تحت عقب الباب. هو انت ما تدريش انا لا حيطان تهمني ولا بيبان تلمني؟ بالليل بتحول. محمود؟ نعم. هي الست دي معاها مفتاح شقتك؟ شقته؟ لا، فوق لنفسك. تعال حبيبي بات عندي ليلادي على ما اشوف صرفه مع الناس دي. ده انا جوزك ستها، انت تتبهدل البهدله دي؟ هو انا عندي غيرك؟ يلا 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 يا اختي، يلا يلا بالدكتور سافلون بتاعك ده. من يوم ما دخل العماره ملا العماره بينج. ده انا بقف جنبه بدوخ كده وامسك نفسي بالعافيه. دي كانت غرزه مهببه يوم ما اتجوزك. عاجبك كده يا ماما؟ احسن. عشا ايه ام عشا؟ ده داخل لنا 50 كيلو، خارج معاها قد ايه كده؟ 70 كيلو. يلا يلا تعالي تعالي هجوزك احسن مني. يا ماما يا جماعه خراب البيوت مش بالساهل. يا دكتور يا محمود يا دكتور جنبك يا بنت. يا دكتور اهدى. يا دكتور ده انت اللي كنت كريم معايا. يلا يا محمود. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.